لو الحكاية فيها إن فيديو حسن طفل طبيعي جدا وعادي ما فيهوش أي حاجة. اللي حصل له جاله التهاب بس في الزور وميكروب، ونتيجة تشخيص غلط للحالة من بداية مرض حسن، إن هو اختبره قالوا لنا ده احتقان وميكروب في الزور وما فيهوش أي حاجة. تاني يوم ظهرت أعراض إن هو طبعا غير قادر على إن هو يقوم بعد ما خد الحقنة. تاني يوم ابتدى جاله زي خمول وتعب وجاله رعشة كده خفيفة. رحت بيه تاني تبارك بالليل الساعة 11، قال لي مفيش أي حاجة، اديله لبوسة دولفين وحطه تحت الدش. المية عملت له كده بالفعل واديته نلفل الدش لازم. ساقع واديته اللبوسة. الحرارة نزلت وفجأة مرة واحدة بقى ارتفعت، يعني وصلت عدت 38 وشرطتين. رحت بيه تبارك الفجر يوم فجر 18/11، نور الخاسة قال لي مفيش اي حاجة انت تطلع بيه، بس هو عنده شوية مشاكل في الدم لا مشاكل في النفس كده. فقلت له طب وبعدين؟ قال لي هو بس هنعمل جلسة تنفس ونشوف الحالة توصل ايه. فبداية اول تشنج ليه كان جوه تبارك وهو قاعد، فطبعا ايده اليمين اتشنكت هي والشمال، فما كنتش اعرف دي ايه اصلا، دي بداية التشنج. جريت بيه بسرعة على مستشفى الساحل زي ما هو قال لي عشان يقدروا يسعفوني، أي حاجة ادوني بس حقنة توقف التشنجات دي. فما فيش حد في التمريض اصلا نزل الاستقبال عندنا عشان يدي الطفل زي ده عمره سنة يديله كنلة في ايديه عشان يديله نسعفه الساعة 5:15 الصبح. فالدكتور اللي في الطوارئ قال لي بص حضرتك انت تطلع بأسرع وقت على مستشفى جميل. الدمرداش عشان يقدروا يصفوه ويدخلوه لك رعاية عشان انا ما عنديش رعاية. وبالفعل توجهت على مستشفى الدمرداش الساعة 6:45 صباحا يوم 18/11 فجر السبت ده، وطلعت بيه من 18/11. قعدت طبعا يومين بحسن في الاستقبال عشان يشوفولنا مكان للرعاية. واتكلمت في 137 عبال ما قدرنا نوصل لحاجة. بعد ما لفيت على كل المستشفيات، رحت منشيد البكر ورحت الحميات ورحت مستشفى المنيرة ورحت كذا مستشفى تانية، طبعا بمبالغ طائلة جدا. اليوم بيتكلف لوحده غير التأمين، اليوم بيتكلم من 3000 ل 5000 غير التأمين 10,000 جنيه. طبعا انا ما كنتش قادر الفترة دي، ان انا ظروفي راجل سواق خاص ما بقدرش ان انا هجيب ادفع منين انا المبلغ ده ادخلهم كله. واحنا ظروفنا فقعدت كلها على عملت بعض؟ مشكلة في مستشفى الدمرداش لغاية لما هم طلعوه يوم 19/11 المغرب. قعد يومين في الرعاية قعد يومين على ومرتاح. جهاز الأب وجهاز التنفس الصناعي، وده مش المفروض ان كان يطلع يقعد القعدة دي كلها اتبهدل. طبعا أساؤوا في المعاملة دي في الدمرداش، وعملوا جميع وقعدوا يحطوا احتمالات الاختبارات. وتجارب عليه. ومن ساعة ما دخل لغاية وقتنا هذا حالته ما تقدمتش خطوة، ان هو كان داخل بغيبوبة، ان هو جاله غيبوبة اليوم اللي هو كنت بجري بيه على المرداش، كان داخل في غيبوبة، ما كانش بيعمل اي حاجة غير فتحة نص عين وهو بس فقدان الوعي. لغاية وقتنا هذا هو عنده زي فقدان وعي. دلوقتي كل لا اللي بس شخصوه قالوا لي عنده التهاب حاد وجاله فيروس غريب من نوعه بيجي نادر جدا، ده على كلامهم وتشخيصهم، وان عنده جلطات ونزيف في المخ مما ادى لضمور اجزاء كبيرة في المخ لعدم الحركة والكلام والمشي والادراك. وطبعا زي ما حضرتك شايف كده هو قاعد، طبعا دي حركة القفلة بتاعت قبض ايده، دي من اشارات المخ، هو غير مدرك، غير ان هو كمان جاله التهاب في صدره. الله اعلم بقى تشخيص الحالة صح ولا لا، ده ما نعرفش لغاية وقتنا هذا. وأخيرا ليه ما قابلتش زائد دكتور كبير؟ انا قابلنا دكاترة كبار جدا، زائد ان انا يعني محدش عارف جريت يشخص بيه على حد. دكاترة كبار جدا بعد ما هو خرج. رحت للدكتور اسمه عمرو حسن الحسني، ده في طب القصر العيني، كتب لي برضو روشتة معتبرة 8,000 جنيه يا ابني. لوحدها في الشهر بتعمل 2000 جنيه، ده الدواء. ويقرر لميعاد الجلسة، يعني ميعاد جلسته اللي هو الاستشارة بتاعته، قال لي دي بعد 3 شهور. فطبعا وعشرة كل جنيه شهر 2000 جنيه غير طبعا الجلسات العلاج الطبيعي وفي اللي أنا علاج بعملها له. طبيعي
جلسة العلاج الطبيعي لوحدها بمية جنيه، ده في الساعة الواحدة، واخد بال حضرتك؟ هو بيعمل 3 جلسات في الأسبوع. زائد إن حسن كمان جاله من سبب إهمالهم جاله التهاب في القرنية وعملت له قرح في عينيه، واخد بال حضرتك؟ حسن دلوقتي ما بيشوفش. الحالة دي في مصر مش عارفين يشخصوها، أنا بكلمك بصراحة، طب عين شمس مش عارف يشخصها. طفل كان الله أكبر عليه، الله أعلى وأعلم بقى، ده عيب إن الواحد ما عندوش فلوس في مصر، فالبقاء لله للطب، أنا بقولها لك بمنتهى الصراحة، ولا إحنا يعني عشان إحنا غير قادرين إن إحنا نصرف على أولادنا يبقى ناخد نصيبنا ولادنا كده. من المستشفيات، المفروض دي كلمة مستشفى يعني داخل للشفاء، مش داخل إن حالته تتدهور وتسوء توصل للنتيجة اللي حضرتك شفتها دي. حضرتك بتطالب بإيه بقى؟ أنا بطالب بعلاجه لألمانيا، عايز أسفر ابني ده الحالة دي، إن في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا وعلى أقول على يعني على الفيسبوك حالات زيه كده تم شفائها في ألمانيا، تم شفائها في ألمانيا. في